ده الفنان محمود السمان، ده كاتب وملحن. تمام. وده روكا، فنان روكا عازف سمسمية. وده الفنان فوزي الجمل، مطرب برضه وملحن سمسمية. وده الحاج حسين مكي ابو الفنون الشعبية على خط الكنال كله. وده الفنان مرني مكي ابنه. وده طبعا العبدي لله نديك الصح. ده الفنان محمد الوزيري عازف سمسمية، من ادم كان العازفين. وده الفنان حسن سعد ابو الفنان وليد سعد. وده الفنان عبد العصملي. وده فرقه الجوهره اللي كونتها مع الفنان حسن سعد. ادي ابو حميد اهو. تعال تعال يا محمد. اتفضل. ازيك يا حاج محمد؟ ازيك حبيبي؟ ازاي حالك؟ ده والده بقى الفنان حافظ الصامدين، شاعر الصامدين وشاعر الثوره. اهلا بيك. ده انا سمعت عن فرقه الصامدين دي، كانت من اهم الفرق اللي كانت في اسماعيليه. الصامدين في اسماعيليه كانت ولاد الارض في السويس. بالظبط. الصامدين كانت بتخش المعسكرات بتاعه الجيش، بتعمل العمل الترفيه، العمل المعنوي، بترفع روح المعنويه. فضلت شغال لحد الثمانينات متهيألي، يعني غالبا يعني. بس يعني هو موجود استاذ فوزي الجمل، هو الحد على قيد الحياه لحد 2000. والدي انا توفى الله 2006. الله يرحمه. وعامل اعمال كتير. زي ايه بقى؟ يعني في اغنيه مشهوره جدا اسمها على هدير المدافع. ايوه طبعا، ده من اغاني المقاومه العظيمه. يعني المدافع، الاعمال الوطنيه دي كانت على طول يعني.